هاي السلام عليكم. هاي هذه البلاصة معروفة بيان سور، هذه وراء المجازان جيرال تحت تيم تاع الدبو، الناس كل تعرفها. والله متغش شوية يعني قاعد نحكي، ولازمها هاو فما دي كاميرا هنا، حتى كي تشكي قلت لها باش تمشي تشكي. حاسيلو المدام البارح، هي تخدم هنا في مهدية سنتر، البارح خارجة 7 متاع العشية بالزهر، ما هذوما كانوا يخدموا الضو، هذوما كانوا يخدموا. البارح ظلمة ظلمة البارح، ها ظلمة. حاسيلو احكي لي شو صار. أنا خارجة من الخدمة، الشيء ضرب هيك تحت ودني بالضبط. أنا ضربك بكف كف. قاش من واحد هم؟ هما ثلاثة من الناس. ثلاثة من الناس؟ قدعة ثلاثة من الناس، واحد لابس بالأبيض شابو أسمر باللحية شربي شربي، أمورهم واضحة. ها؟ إجا أطلع بالسيف. أطلع بالسيف؟ أطلع بالسيف. المرأة تخدم على روحها معناها، والله وين أنا أعرفها، عندها تو شهور مسيكنة تجري على رزقها، تخدم معناها فام دوميناج على روحها وماهوش عار، وتخدم اللي يخدم خدمة النهار ما فيها عار، حتى خدمة الليل بالحلال ما فيهاش عار. حاسيلو الثلاثة هذوما إيه؟ شاربين. هيا أطلع هيا أطلع، قلت لهم أنا اللي دز زيتهم، قلت لهم لا. حاسيلو طير عمل هيك بالريول ودزني بسيقه بظهري. ضربوك معناها؟ حتى ضربوني، فهمتني؟ ما نجمش نتحرك حتى بخطوة من هنا قدام، ما نجمش نتكلم، ولعبات تتفرج وعادي. لعبات تتفرج؟ لعبات تتفرج يعطيهم الصحة. كل احنا الواحد ديما ننبه من الكلوشارات من الكلوشارات ماهيش هذيك، بينه وبين مولاه اللي يشرب ما يشربش، هذيك ماهيش مشكلتنا احنا. اما المشكله فهي الكلوشارات اللي تسكر وتعملهم الكل. نداء للسلطات الامنيه، هي هاو باش تمشي تشكي، واللي كاميرا هاو نطالبوا باش بعد النيابه العموميه تاخذ اذن، فما دي كاميرا في المجازان جيرال، خلينا نشوفوهم شكون هم البانديه هذيا اللي فسدونا المهديه اللي هي رايضه. وان شاء الله السلطات الامنيه تولي تمشط، هما يمشطوا ديما ويخدموا في خدمه كبيره برشا، ان شاء الله يزيدوا اكثر واكثر. انا ان شاء الله ربي معك ورد بالك على روحك. وفما حاجه احنا بحذاك الناس كلها، مازلت رجال في المهديه، والمهديه الكل رجال. الله غالب هذوما باش نقول ما همش رجال اللي شافوهم يضربوا فيك وسكتوا، صح عليهم. انا باش نوري انا شويه وسخ بمعناها هذه اللي عملنا لها الحمله والنظافه، والواحد الضو البارح ما يخدمش. هاو ها هاك باش تراو معناها حتى لهنا اوكي يسكروا وماهوش همهم حتى شيء. على كل مرة هاني مسيكنه معناها تخدم على ريحتها، يعلم بها كير ربي يجي ومعناها يعملوا الشيء هذايا. حاسين هاني باش نقعد ديما في جرتهم الكلوشرات والمارك، هذا ما عندناش، احنا مش بتاعنا الشيء هذا في الميدان.